الشوط الثاني. هذا يدل يدل على القدرات الكبيرة عند السوبر. وهدف ثالث والأجمل، تصويبة رائعة، دقة ما بعدها دقة، والكرة في البورتة لتعلن عن ثالث أهداف ميلان. الميلان يتألق وكريستانتي الصغير يسجل أول أهداف مع ميلان على أثر تصويبة ماكرة، على أثر كرة صوبت من بعيد تغالط كونسيلي وتعلن عن ثلاثية الميلان. وستخطو حضور الياباني هوندا. الميلان يتألق، الميلان يتمكن من الشباك أتلانتا لمرة ثالثة. شوف الكرة، شوف التصويبة من كريستانتي، كرة كانت على نحو مباغت، خالطت الحارس كونسيلي. الجران تيرو كان من جانب اللاعب كريستانتي، وكريستانتي وقع الهدف الثالث. ميلان 3 أتلانتا لا شيء.